أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل بعض الناس في هذا العصر بقول الله تعالى: وإن تظاهر عليه، استدلوا بهذه الآية على جواز المظاهرات، فهل استدلالهم صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جواز المظاهرات، يعني عائشة وحفصة تظاهرت أمام الناس وجمعت جماهير من الناس يتظاهرون، هذا من العبث بكتاب الله عز وجل هذا. لكن اللي ما عنده شيء يلتمس أدنى شيء، شو أدنى شبهة وأدنى شيء، هذا دليل على عجزهم. نعم.